أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: متى يبدع الشخص، ومن الذي له حق التبديع؟ العالم هو الذي يعرف البدعة من السنة، لا يبدع إلا أهل العلم الذين يعرفون البدعة ويعرفون السنة. أما الطالب المبتدئ فلا يبدع، لأنه ما يدري ما هي البدعة وما هي السنة، وربما يرمي مسلماً بالبدعة وهو ليس كذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.